ضيف حلقتنا النهارده هو رائد الاعمال دكتور محمد صلاح، عن رحله نجاحه التي بداها من الصفر وكيف اصبح من اهم رواد الاعمال في مجال مستحضرات التجميل في مصر. هل رياده الاعمال كانت حلمك من وانت صغير؟ من 20 سنه انا ما كنتش قادر اعرف هو انا عندي حلم ولا لا. الميزه الوحيده اللي انت بتاخديها وانت بتشتغلي في سنك صغير ان انت متقبله الاخطاء. هل حضرتك اللي بدات تروح للبراندز او بدات تروح تسوق لنفسك؟ كل يوم بشتغل، كل يوم بجد هبذل مجهود، انا مؤمن بجد عندي حلم بجد عايز احققه. احلم مع شيماء حمدي غدا 5:30 مساء على اون.